بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حييكم من فضائية الخرطوم، وقدم إلى حضراتكم أخبار الرابعة والنصف. توجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق والركن عبد الفتاح البرهان إلى دولة الكويت في زيارة قصيرة يقدم خلالها واجب العزاء والمواساة إلى سمو الأمير الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح وإلى شعب دولة الكويت الشقيقة في وفاة المغفور له بإذن الله فقيد الأمتين العربية والإسلامية سمو الأمير الشيخ جابر الأحمد الصباح الذي انتقل إلى جوار ربه في 29 من شهر سبتمبر المنصرم. كما سيقدم رئيس مجلس السيادة تهنئة لسمو الأمير الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح بمناسبة توليه منصب أمير دولة الكويت. التقى النائب الأول رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو بجوبا وبعوث الرئيس الكيني السيد ميسوكا الذي شارك ممثلا لكينيا في احتفالات توقيع السلام. وأبلغ المبعوث الكيني النائب الأول تهاني حكومة وشعب كينيا بمناسبة توقيع السلام، مثمنا جهود النائب الأول وقيادته لفريق التفاوض الحكومي والتي كللت بتوقيع الاتفاق فضلا عن جهوده في سلام جنوب السودان. وأكد استعداد بلاده للتعاون مع الحكومة السودانية لتنفيذ الاتفاق حتى ينعم السودان بالسلام والاستقرار. عاد إلى البلاد رئيس مجلس الوزراء الانتقالي دكتور عبد الله حمدوك بعد مشاركته في توقيع اتفاق السلام بين الحكومة الانتقالية وتحالف الجبهة الثورية الذي تم بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا وسط حضور دولي وأفريقي وعربي مميز. وقال حمدوك في تصريحات بمطار الخرطوم إن السلام سيفتح صفحة جديدة في تاريخ الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن البداية العملية لحكومة الفترة الانتقالية في تنفيذ إحدى أهم أولويات الفترة الانتقالية متمثلة في تحقيق السلام بالبلاد، منوها إلى أن السلام سيفتح آفاقا كثيرة وتأثيره في الاستقرار الاقتصادي بجانب تحصين الفترة الانتقالية. سيرت مبادرة المرؤة بالتعاون مع الاتحاد الرياضي السوداني لألعاب القوى بمشاركة الاتحاد المحلي لألعاب القوى بولاية خرطوم سيرت قافلة إغاثة للمتضررين من جراء السيول والفيضانات بمنطقة الثمانيات ريف الجيلي بمحلية بحري. وأكد الأستاذ المعز عثمان رئيس الاتحاد السوداني لألعاب القوى بأن تسير هذه القافلة يهدف لإرساء دعائم وأواصر الأخاء بين الرياضيين والمواطنين. من فضائية الخرطوم مشاهدي الكرام، قدمت لحضراتكم أخبار الرابعة والنصف. شكرا لحسن المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.